ده احمد رشدي المساعد الثاني كابتن محمد حنفي، والضربه ركنيه للزمالك، زيزو عاليه، جول جول جول. تعود الثنائيه الزملكاويه مره اخرى، زيزو يصنع، زيزو يرفع، وحسام عبد المجيد، حسام عبد المجيد يسجل من جديد هدف قاتل في الدقيقه 88. حسام عبد المجيد يرتقي فوق الكل ويستعيد ذاكرة التسجيل وذاكرة الأهداف من الركنيات. زيزو يصنع هدفه أو الصناعة والأسيست رقم 11 لزيزو هذا الموسم، بينما حسام عبد المجيد بيسجل هدفه الثالث هذا الموسم في توقيت قاتل. ثنائية زملكاوية ياما وكتير حلت مشاكل وحلت أزمات وخرجت للزمالك بالثلاث نقط من ماتشات معقدة وصعبة، وبالفعل في هذه المباراة الصعبة والمعقدة حسام عبد المجيد يحل اللغز، يفك اللوغاريتم، وبكورة ثابتة وبضربة ركنية كانت معاه. انطلاقة من مصطفى شلبي من الجهة اليسرى، عدى مصطفى مشي لكن معاه زولا كالعادة من بداية المباراة، عرضية يا ولد، الله، إبراهيم، إبراهيم انضاي السنغالي يسجل هدف غالي ويحسم الأمور تماما للبيت الأبيض الزملكاوي. 2-0 عن طريق إبراهيم انضاي، المرة دي الصناعة من مصطفى شلبي والتسجيل للسنغالي. صام الزمالك طويلا، طوال 88 دقيقة، 88 دقيقة، وتذكر وافتكر الزمالك مرمى وشباك طلاع الجيش في آخر دقيقتين من المباراة، وفي الوقت بدل الضايع في 4 دقائق حسم الزمالك الأمور في الدقيقة 88 والدقيقة 92. لكن إيه المهارة والرشاقة والليونة دي إبراهيمة، ولعبة عظيمة بالفعل من السنغال. شوف الفرحة، شوف الاحتفال، أخيرا أخيرا طلعت قماش.